استاذ جان، قبل ما اسالك، الوزير السابق مروان شربل بيقول لكم مساء الخير وبيقول انه الاساس بانشاء الميناء بوسط غزه هو اقفال معبر رفح ومراقبه الدخول والخروج لمنع ادخال الاسلحه والذخائر الى حماس حسب تعليقه. استاذ جان، موضوع التداعيات على الجنوب، موضوع زياره هوكستين للبنان وال1701 وموجه الايجابيات والتفاؤل، يعني كان الرئيس مئاتي بالحلقه الخاصه اللي اطل فيها معي نهار الثلاثاء كان عم بيحكي عن اجواء ايجابيه وعن تواصل مع هوكستين خلال 48 ساعه، وكانه رح نفوت بهدنه وبمفاوضات والى ما هنالك. هل طار كل هذا الجو الايجابي؟ بعتقد كل شيء معلق، وفي اذا بدك خليني بالبدايه اقول قدامنا 8 اشهر من عمليه ملء الوقت الضايع، وكل السياسيين اللبنانيين وكل الحركة السياسية اللبنانية بدها تعمل تمارين مكثفة بهالفترة لتستنبط وتخترع وتجترح ما يملأ هذا الفراغ. ومن ضمنها حتى إذا بدك زيارة وفد حزب الله لرئيس ميشيل عون، لأنه نسي كل اللي سمعناه وقريناه والضخية اللي انعمل، بس طلع وفد حزب الله من رابية بعد ما غادر بيوزع التيار الوطني الحر تعميم إعلامي بيقول فيه حرفيا تما نكون عم نستغرب حدا. ومهما يكن من دلالات الزيارة اللافتة، فإن الأساس يبقى في كيفية تعاطي حزب الله مع حزم الرئيس والتيار إزاء الإخلال بالبند الرابع من تفاهم 6 شباط، وفي هذه الاستهانة لا بل تغطية منظومة 1992 وحكومة مئاتي في انتهاك ما كل المواثيق. فمشان هيك كل اللي بدك تشوفه من يعني هلا شو الزيارة شو طلعت يعني؟ عم بقول لك جزء من هذه، اسمحني بالفرنسي اقول لك شغله لما نقولها بالعربي، كاتبه فرنسيه بتقول انه الثقافه هي مجموعه الادوات التي يخترعها الانسان لينسى انه سيموت. فهلا هي عندنا 8 اشهر بدنا نخترع كل الادوات تنعبي هذا الفراغ. ليش بدنا نعبي هذا الفراغ؟ لسبب واضح. بلبنان التغيير الممكن انه يحصل عنده 3 قنوات، ما عنده غيرهم. القناة الاولى هي القناة اللبنانية اللبنانية، هاي بدها وحي، انما هو وحي يوحى، واضح انه ما حدا بده الوحي. في القناة الثانية اسمها الخماسية، واضح انه الخماسية متعثرة حتى ما نقول اكثر. وهلا فيك تسال الصديق سعاده السفير المصري عن الموضوع. انت برايك متعثره بسبب تباينات ام بسبب شو؟ بسبب تباينات، بسبب الخيار الثالث يلي هو الخيار او المسار او الاحتمال الامريكي الايراني. عندك الاخ المجاهد هوكشتاين من بعد ما عملنا الترسيم البحري وبعنا ثرواتنا لاسرائيل عم بيحلم هلا بأنه يقدر يرجع يعمل صفقة أمريكية إيرانية تؤدي إلى تلزيم لبنان كله سوا لإيران، مثل ما انعمل بال76 وبال1990 لسوريا، يعني ورايح عن باله أنه أصلا إيران منا سوريا، وأصلا الموقف العربي اليوم ليس موقف ال76 وال90، والناس ورايح عن باله أنه حزب الله لا يشبه منظومة النظام الأمني اللبناني السوري اللي حكموا بالوصاية، وانه اليوم لبنان منه منقسم بل بالعكس موحد الى حد كبير حول الثوابت الميثاقية، انما في هناك هذه المحاولة. ومشان هيك وهون بين هلين خلينا نقول الحق مش علي، لا الحق على الامريكان، انه وقت اللي بيروح عندك سياسيين لبنانيين بيبقى معهم $2 مليارين وبيحطوا مئات الاف الدولارات بيفقعوا مشوار من هون على واشنطن حتى يكبوا وسخهم على بعضهم او يكبوا وسخهم على الجيش اللبناني. فالامريكان بيقول لك انه هذا بلد غير قابل للحكم، حتى ما اقول غير قابل للحياه، خليني اشوف مين طيب بيلتزموا. انت فمشن هيك المسار الثالث اللي هو المسار الامريكي الايراني بخلفيه الطرفين، هذا بده وقت، بده على الاقل ما بعد الانتخابات الامريكيه. برايك كله هيدا الخماسيه ومبادره كتله الاعتدال والمواقف العالية السقف والمنخفضة، كل هيدي تعبئة لثمان اشهر اللي هي وقت ضائع، خاصة انه يعني تسرب بس بعد ما تأكد انه هوكشتاين من بعد انهيار مفاوضات الهدنة وقف كل مساعي. ومنشان هيك بعتقد رئيس مئاتي كان مراهن على نجاح هدة غزة انتقال على الوضع اللبناني بالشكل المختلف. استاذ حسين، بدي ابقى بموضوع هوكستين وزيارته.
هل يعني حسب المعلومات مع مين طرق إلى الملف الرئاسي؟ هل مع لقاءاته مع الرؤساء مئاتي وبري، ولا مع وفد المعارضة، ولا يعني هل فتح سيرة الرئاسي بشكل علني؟ خليني أول شيء خليني أحكي عن الطرح. اللي أول شيء المناخ اللي إجا فيه هوكستين، واضح أنه إجا هوكستين بمناخ أمريكي، كان موجود عند الإدارة وكان موجود عنده، وكان موجود عند أوساط بالبلد وأوساط بالمنطقة، أنه في هدنة بغزة. فرطت الهدنة بغزة عمليا، المضمون الأساسي اللي كان جاي من شانه تيحط شيء على السكة ما زبط، وبعتقد هذا يعني صار شيء ملموس. هذا بالمناخ. اثنين، بدي جازف وقول أنه هوكستين عكس كل اللي نقال، يعني مع احترامي لكل اللي نقال، أنه جاب مسودة ورقة أفكار مكتوبة سلمها للمرجعيات الرسمية اللبنانية. وخليني أقول أكثر، أنه الورقة فينا نقول ذكية وبراغماتية كثير على الآخر، لأنه ذكية أقله مقارنة بالورقة الفرنسية. بين مزدوجين الرد اللبناني أنجز على الورقة الفرنسية. بعتقد أنه هذا الأسبوع بيصير في اجتماع للجنة اللي بترأسها رئيس الحكومة، معه وزير الخارجية وعدد من الوزراء، وبتصور أنه راح يسلموا الرد اللبناني اللي هو رد سلبي. لا لا لا، شو؟ بالعكس، الرد يعني راح يكون بالعموميات، مش متطرق لتفاصيل الخطة اللي مقدمينها الفرنسيين بالواحد اثنين ثلاثة. راح يحط مجموعة عناوين عادي مع مدخل أساسي له علاقة بأنه التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701، وهذا الشيء بديهي يعني. طيب بالنسبة لطرح هوكستين، بالنسبة يعني لموضوع بيقول الرئيس بري بحديث له أنه في إنا، يعني في أفكار في إنا، في إنا، إنا صحيح صحيح، وما حدا بخليني أني وافق على إنا. وبالتالي شو الإنا؟ هيدي الإنا تتمثل بماذا حسب معلوماتك؟ ليك، اول شيء حتى ما تكون ملتبسه يعني، وهيدي عم اقول لك وحده من الاسباب اللي خلت يعني عم بقول انه ذكاء الورقه الامريكيه بين مزدوجين، يعني لم يتطرق الى موضوع تراجع حزب الله لا 100 متر ولا 10 كيلومتر، هيدي واضحه بالورقه. بعتقد الورقه بتركز على ثلاثه عناوين، اولا موضوع الجيش اللبناني وانتشار يعني قوه كبيره من الجيش اللبناني. انت اليوم عندك 2500، مقدر انه يصير هذه القوه حوالي 8000 عسكري، يعني في اكثر من وجهه نظر بالموضوع. في وكل القوى الامنيه من قوى امن داخلي وامن دولي وامن عام ان تنتشر كلياتها مع مؤسسات الدوله اللبنانيه في منطقه جنوب النهر، هذه واحد. اثنين، موضوع اليونيفيل، وثلاثة موضوع، وهو هذا اللافت للانتباه، انه يتعهد المجتمع الدولي باطلاق ورشة اعمار وتنمية المناطق جنوب نهر الليطاني. بعتقد هودي هن العناوين الاساسيين. الرئيس بري بعتقد يعني الان اللي قالها هي الان اللي لها علاقة بالعنوان الكبير اللي هو بتصور هو موقف ثنائي، واللي كان موجود على الطاولة وبعده لهلأ موجود على الطاولة، وهذا رد حزب الله على كل الأوراق اللي اجت والعروضات اللي اجت لتتوقف حرب غزة أولا، وبعدين نحن بنحكي بكل الأشياء. في موضوع الرئاسي، أنا حسب ما فهمت أنه باللقاء عند الرئيس بري، بالمحادثات الرسمية وأثناء كتابة المحضر، باللقاء عند رئيس الحكومة، ما صار في حكي بموضوع الرئاسي. اللافت للانتباه انه اثناء خروجه من اللقاء مع رئيس المجلس ووقوفه عم بيودوا على باب الاسانسير، سالوا هوكستين للرئيس بري، قال له شو بدك تعمل بموضوع رئاسه جمهوريه؟ قال له الرئيس بري انا دعيت الى الحوار. قال له طيب واذا لبوا الدعوه للحوار شو بدك تعمل؟ قال له بننتخب سامي فرنجيه. فضحكوا وظهر وقت اللي راح لعند شاف رئيس الحكومة، ما حكي لا بالاجتماع الرسمي ولا خارج الاجتماع الرسمي. وقت اللي شاف، وقت اللي شاف نواب المعارضة، طرحوا عدد من نواب المعارضة، في منهم أصلا قالوا يعني من هن عبروا عن موقفهم علنا، أنه هناك خشية أنه يصير في صفقة على موضوع يعني أول سامي الجميل ربطا بموضوع الجنوب، وأنه يصير في صفقة وتسوية، يكونوا العربين لإلى الأمريكان لهي التسوية. هذا اللي قاله الاستاذ. صحيح صحيح، أنه هاي الفكرة الأساسية اللي طرحوها، وعم يجربوا ياخذوا تطمينات من الامريكي. فقام قال لهم ساعتها، هو قال لهم هوكستين روحوا حاوروا الرئيس بري وعبروا عن هواجسكم قدام الرئيس بري. قالوا له ما نحن اذا رحنا لعنده هو راح يطرح موضوع سليمان فرنجية. قال لهم انا ما فهمت منه هيك. انت حلل عزوقك، مع انه هو سمع منه. انا برايي هي الاساس بالموقف تبع هوكستين هو دفشهم الى الحوار. وهذا بياخذك على موضوع انه الامريكي كان بده يعني مبين فيه تبني. هلا بنحكي بموضوع الحوار وال